يا لا لا يا لا لا بعد الحبيب يا لا لا يا لا لا أسقى مني إلى الناحيب أسلمني الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الكلمة الطيبة هي المبدأ الذي أراد الله سبحانه جل جلاله أن نحيا بها، وضرب لنا أمثالا كثيرة في كتابه العزيز. ومن أمثل هذه الأمثلة ومن أدقها وأجلها مثل الكلمة الطيبة التي قال سبحانه وتعالى في شأنها في سورة نبي الله إبراهيم عليه السلام على نبينا، وضرب التي قال في شأنها في سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام، ما ضرب الله تعالى في سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام من المثل الأعلى. فقال سبحانه وتعالى منبها ومستجلبا للانتباه والحضور والتلقي والاستقبال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال. ألم ترى، أي ألم تعلم، ألم تتعرض بعد لهذه الحقيقة؟ إشارة إلى أن الأمر جلل، وإشارة إلى أن الأمر ذو بال وذو اهتمام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة؟ والكلمة عندنا معاشر أهل الإيمان لها أهمية، لها قيمة. فالكلمة هي التي تدخلك في دائرة أهل الإيمان أو تخرجك منها والعياذ بالله تعالى الرحمن، أو تعقد بها فيصير ما كان محرما حلالا، والعكس قد يكون كذلك. فهذه الكلمة الطيبة التي جاء القرآن يضرب لنا مثلها هي كلمة الإيمان، على تفاسير كثيرة عند أهل العلم وتفاصيل لمعانيها. قالوا هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، وقيل هي كلمة الإيمان الشهادتان، وقيل هي شاملة وجامعة لكل كلام طيب لما يستطاب من الكلام، وقيل هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغير ذلك من المعاني التي مفادها الاعتراف بعبوديتنا لله تبارك وتعالى. فخير الكلام ما قصد به وجه الله تبارك وتعالى، خير الكلام ما تعلق بالحق تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول الإمام أبي القاسم الشاطبي رحمه الله تعالى ورضي عنه: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجذر به سؤلا إليه موصلا،
فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال موصلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والخير والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا نسأله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا ويفتح قلوبنا وينير عقولنا لاستقبال أنوار هذه الكلمة الطيبة حتى نحيا بها حياة طيبة ونموت مماتا طيبة ونبعث يوم القيامة في الذين تتوفاهم الملائكة طيبين والحمد لله رب العالمين. يا لالان يا لالان بعد الحبيب يا لالان يا لالان أسقامني إلى النحيب أسلماني Yeah.